السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم. كنتلاقاو اليوم الخميس 9 مارس 2023، حلقه جديده اللي غادي ندوي عليها في الباركور اكزاكت اللي كدير انت والسيد نهار اللي كتبغي تدوز امتحان. مهم، كما شفتوا هذه الدخله ديال سيرفيس نوفو برانزويك بالنسبه للمونكتون، هو هذا السيد هذا كيتعلم كيفاش يستاسيوني. مهم، كنجي النهار الاول كتدخل الطوموبيل هنا، هاي ستاسيونمون بريفي ريزيرفي بور لي زيبروف دو كوندويت. قبل ما يطلع معاك المونيتور كيجي كيقول لك شعل الضو، شعل الفار، دير سينيال على اليسار، سينيال على اليمين، جر فران امان، كسيري واحد شويه باش نشوف واش فران امان خدام ولا ما خدامش، كلاكسوني، كيشوف الضو ديال المارش ديال ستوب، كيشوف لا فيزيت تكنيك واش كاينه، كيشوف كاع الاوراق. المهم ها هو ركب معاك، انا غادي ندير بحال راكب معاك السيد. المهم، ما خصك تكون بروفيسيونيل، ما تحاولش تدخل معاه في شي مواضيع اخرى. غادي ندير بحال هو اللي كيدوي معاك. تورني ا غوش، تورني ا غوش، هنايا مني كتبغيو تخرجوا من الباركينغ هنا راه شحال من واحد كيسقط في هاد اللعيبه هادي. بسبب هاد اللعيبه هو انه كتكون بواطا فيتيس اوتوماتيك، خاصك دير البواطا فيتيس في البي وعاد تخشي التيكي باش تمشي، وإلا كانت بواطا فيتيس مانويل خاصك تجر فران امان. هو غادي يقول لك ابخي لو ستوب تورني ا دروات، كما سمعتوا درت فرانا، درت بي بواطا فيتيس اوتوماتيك. بالنسبة للسرعة ما تهبطش على 30 وما تفوتش 50. ابخي لو ستوب تورني ا غوش، après le pont garez-vous à droite, garez-vous ici dans n'importe quelle place. Nain ikhwan, ملي كتستاسيوني وكدير بي حيت العقبه
وكدير فران امان وكتدور. اهم حاجه ما تنساش تدور الروايد جهه الشانطي ماشي جهه التروطوار، حيت في العقبه كون كنا من الجهه الاخرى في الهبطه كتدور الروايد جهه التروطوار باش الطوموبيله من ياما الثلج ما تزلقش. هو كيقول لك بالعاني ستاسيوني هنا باش يشوفك واش غادي تدور الروايد ولا لا، وغادي دير فران امان ولا لا. بارفي، فو بوفي كونتينيو مسيو. ديال السينيال ديالي ونخرج او فو روج تورني ا دروات. بيان سور الا كان شي بيتون قاطع للجهه الاخرى راه خصني نبقى واقف قبل الخط. الا ما قالش لك توني ا دروات ولا شي حاجه خصك تمشي نيشان، ما تسولو ما تدوي معاه ما والو. هذا ستوب ديال الربعه الاسبقيه الاول اللي غادي يفراني، دونك الاسبقيه هنا ليا انا. وهاد الخطوطه اللي في الارض ديال ستاسيونمون حاولوا ما تدوزوش فيه فوق منهم. فو فيت اتونسيون الى دزتو فوق منهم كيقول لك سقطتي. وفي روج تورني ا دروات هنا واخا الضو الحمر غادي نماركي ستوب فوالا قبل الخط ونشوف واش جاي شي طوموبيل. جايين طوموبيلات اخوان شانتي وغادي ندور ونشوف واش كاين شي بيتون. ما كاينش بيتون دونك غادي ندور. كما قلت لكم راه ما كيقولش لكم كونتيني تو دووا، انت خصك تبقى غادي. وديما لو وقفت ورا شي طوموبيل خص يبقاو يبانوا لك الروايد ديالها، يعني تخلي واحد المسافه الامان ديال 2 متر حتى 3 متر بينك وبين الطوموبيل اللي قدامك. ونشوفوا الاسهم اللي في الارض بحال دابا هنا على اليمين كاين الاسهم ديال الناس خاص بالناس اللي باغيين يدوروا على اليمين. داكشي علاش انا شاد الطليصر بحالي بحال هاد السيد اللي قدامي. هنا بالنسبه للمولين الطاكسيات اللي غادي يدوزوا البيرمي الطاكسي خاصهم يجيو يوقفوا هنا قبل هاد البوطو ويديروا السينيال دو ديتريس بربعه ويهبطوا الجاجه اليمنيه والجاجه اليسريه ويدوروا وجههم على اليسر وعلى اليمين على اساس انه كيشوفوا واش كاين شي تران جاي ولا لا. صافي ويطفيو السينيال يطلعوا الجاج ويكملوا الطريق ديالهم. فور بوسيبل يقول لكم المونيتور يقول لك ستاسيوني هنايا بحال غادي تخلي الطوموبيل نهار كامل. هذيك باش يشوفك واش غادي دير فران امان ولا لا، حيت لا بلوبار اللي كيولفوا لوطوماتيك كيبقاو يديروا ابي دور ردوا مع البال. المهم انا عندي طرق صغيره في كبيره ماركي ستوب قبل الخط ما جاية طوموبيل نتسنى تدوز وعاد نزيد. هنا بيان سور ما غاديش يقول لك تورني ا دروات حيت بزز منك الدور على اليمين.
و بوسيبلي دوزك من حدا زون زون ايكول المهم او في روج تورني ا دروات يقدر يدوزك من حدا زون ايكول باش يشوفك واش غادي تمشي قل من 30 ولا لا. المهم انا كنحاول ندير لو باركور مع ا مونيتور لو بلو سيري وهذا هو لو باركور المتعارف عليه في جميع الناس اللي دوزوا امتحان. كما كتلاحظوا كندير سينيال قبل ما ندير شانجمون دو فوا او في روج تورني ا غوش ديما مني تقربوا الباساج بيتون حاولوا تنقصوا السرعه وتشوفوا عني منه على اليسار واش كاين شي بيتون باغي يقطع ولا قريب يقطع. او في روج تورني ا دروات au parking du service Nouveau-Brunswick. هنايا في الباركينغ نمشيو بشويه اقل من 20 الا كان مونيتور صعيب راه غادي يديك باش لواحد البلاصه فين كان كيستاسيونيو الطوموبيلات. سينو الا كان ساهل راه غادي يديك لديك البلاصه فين كنا واقفين. تورني ا دروات دير سينيال الى قال لك توني اطوار وتهبط والله يخليكم ما تدوزوش فوق الخطوطه توني ا غوش. توني ا غوش كما كتلاحظوا كاينه واحد الطوموبيل تما كتريني لا ستاسيونمون ولا كيدوز امتحان يا يعني اما كيتريني ولا مع المونيتور كيدوز امتحان. وهاد الطوموبيل كما كتشوفوا مكتوب فيها اليف او فولون دونك هذيك هي البلاصه فين كيستاسيونيو هي لا ديرنيغ ايتاب كيقول لك دخل ستاسيوني فيها مني كتستاسيوني وكتسالي كيرجعك لديك البلاصه ديال ريزيرفي او زيبروف دو كوندويت صافي وكيسيني في الدوسي ديالك يا اما يقول لك فيليسيتاسيون فوزافي اكومبلي لو تيست ولا يقول لك فوزافي ايشوي صافي بلا ما تحاول تناقش معاه بلا حتى شي حاجه فوزافي ايشوي ايشوي فوزافي ريوسي ما كيضحك ما والو كيهبط كيمشي بحالو كيقول لك تبعني للسيرفيس نوفو برانزويك باش نعطيك البيرمي بروفيزوار. هنا بيان سور ما نعمروش على الطوموبيل اللي قدامنا نعطيوها اتساع كما كتلاحظوا دارت السينيال ولا دار السينيال على اليمين باش يبين انه غادي يستاسيوني ومني تستاسيوني وتسالي ديما تفكر البي وفران امان دير بواطا فيتاس في البي وفران امان وقبل ما تخرج من ستاسيونمون
ديما دير السينيال على اليسار وتشوف في المراية وتعوج عنقك تشوف في الجاجة اللي وراها الشيفور باللي واش جاي شي واحد ولا لا. وديما مني تبغي الدور على اليسار ولا على اليمين ديما عوج عنقك وشوف في الجاجة اللي وراها الشيفور ولا الجهة الاخرى في الجاجة اللي ورا الباساجي اللي حداك. اينما عوجتيش عنقك راه هنا باش تشوف لي زونغل مور. هنا الا ما عوجتيش عنقك وما شتيش لي زونغل مور راه كتسقط. كما لاحظتوا هذه اللي كتعلم ولا هذا اللي كيتعلم دخل اكثر من القياس. دونك بور لو مونيتور الى ايشوي حيت عندك 3 مانوفر، عندك مارش اريير وتزيد مره واحده لقدام صافي، وخصك دير فرانامان بي سالينا. بارفوا تقدر كاينين واحد دو مونيتريس عيالات شويه صعابات كيهبطوا من الطوموبيل باش يشوفوا اكزاكتومون واش ستاسيونيتي مزيان ولا لا. وانتوما بالنسبه للمونيتور حاولوا الكرسي اللي ديال الباساجي اللي حداكم حاولوا تقادوه على اساس انه يكون عالي باش المونيتور يبان ليه كلشي، حيت هو ملي كيطلع في الطوموبيل انتوما انا ندير سينيال غاريفو ici. وخصك تشوف اليمين واليسر وكل شيء باش تبين ليه بانك فوالا قيدون على اليسر مانوفر الاخرى فوالا بي فرانامان صافي. يقول لك فو بوفي يالي كدير مارش اريير شويه دير السينيال وتخرج. وغادي يقول لك تورني ا غوش ويلا جا قدامكم هنايا شي بيتون قاطع ولا شي حاجه ولا دايس بيان سور غادي توقف ليه تيدوز. ماشي توقف حداه، حاول توقف واحد 3 4 متر بعيد عليه. تورني ا غوش شو هاد مول اودي ما ماركاش ستوب. فو بوفي غاري ا دروات خصك تجيبها لاصقة بين الخطوط. Félicitations, vous avez passé votre épreuve de conduite. Suivez-moi au bureau. Merci. المهم الاخوان كان هذا هو الباركور الشائع اللي لا بليبار ديال لي مونيتور كيدوزو les élèves maintenant وحاولوا تجيو ساعه قبل الموعد ديال الامتحان باش تخلصوا باش يفيريفيو معاكم الاوراق. الا ما كانتش طوموبيلتك وكنتي كاريها جيب معاك الاوراق ديالها وجيب لاسيرونس. ويلا كنتي جاي مع ايكول اوتو ايكول جيب معاك جيب معاك مول اوتو ايكول بيان سور. لما وحاول تاكد ان الطوموبيل خدام فيها كل شيء سيرتو البالي الكلاكسون والفرانامان. والا كان الجو هذا راه غادي يقول لك دير حتى سويغلاس، جرب سويغلاس واش خدام ولا لا. الا ما كانش خدام وهذا غادي يقول لك ما غاديش تدوز لي بروف، خد موعد اخر حتى تجيب الطوموبيله مزيانه ولا سير صوب هاد الطوموبيل ورجع. وكما عرفتوا المواعيد هنا بعاد 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 خصك تسنى حتى
تبقى قاني الى شي واحد انيولا شي رونديفو ولا تسنى تقريبا واحد الشهر ولا ما عرفتش شحال باش يلاه يلاه. ايوا كان هذا الفيديو ديال كيفاش كدوز الامتحان ديال بيرمي ديال مونكتون ديال نوفو برانزويك كندا. ونخليكم على خير ونتلاقاو ان شاء الله في حلقة مقبلة ان شاء الله. كما نسيت ما قلتش لكم بالنسبة للناس اللي غادي يسقطوا غادي يعطيكم بيرمي 7.1 واللي كيعطيكم الكونديسيون بيد ما تعاودوا تدوزوا هذاك غادي تسوقوا به ماشي ما تسوقوش به مي خاصكم تدوزوا شنو سميتو خص يكون راكب معاكم شي واحد عنده بيرمي كلاس 5 حيت لي بيرمي الصغار البيرمي العيان هو 7.1 ومن بعد 7.2 ومن بعد كلاس 5. بالنسبة لنا حنا المغاربة ملي كنجيو هنا كنعطيهم بيرمي مغربي كيعطيونا بيرمي كلاس 5 نيشان ملي كنجحوا في هاد لي بروف. كاين كلاس 5 وكاين كلاس 4 ديال الطاكسي ولومبيلونس و ميني بوس وكاين كلاس 2 ديال كلاس 3 جو بونس ديال بوالور وكاين كلاس 2 ديال الطوبيس طوبيس كبير ولا الكار ولا الراس ديال الرموك ولا الراس ديال الرموك. وكاين كلاس 1 كلاس 1 هو ديال الرموك كتجر معاك هذيك لا ريمورك و كتسوق به كلشي كلاس 1 كتسوق به كلشي. المهم هذا ما كان الاخوة وإذا كان شي استفسار ولا شي سؤال ولا هذا خليوا لي كومونتير. كندير فيديوهات راه ما كيجيني حتى شي كومونتير مهم زعما شي سؤال ولا هذا باش نجاوب عليه. ايوا نهاركم مبروك ونتلاقاو في الحلقة المقبلة ان شاء الله ومعلومة جديدة ان شاء الله.